بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 20 من سلسلة صيانة وإصلاح محركات الديزل، وهي بعنوان أعطال الشاحن التربيني الـ RH133، المحرك اللي ينمر 6EY22WL. فلنبدأ أولا بشرح ظاهرة مهمة جدا تحدث لكمبروسر الشاحن التربيني، وهي ظاهرة السيرج. مثال نظام تشغيل كومبريسور في ظروف تشغيل مثالية، حيث يتكون من تانك كومبريسور، مستقبل الهواء المضغوط، صمام الخروج. فالهواء المضغوط يتدفق من الكومبريسور إلى مستقبل الهواء المضغوط، ومنها إلى صمام الخروج. وهذه ظروف تشغيل طبيعية لخروج الهواء المضغوط من الكمبريسور بدون صدور أصوات غير طبيعية. والسؤال هنا، ما هي ظروف التشغيل الغير طبيعية لنظام الهواء المضغوط للكمبريسور؟ ظروف التشغيل الطبيعية نظام الهواء المضغوط هي حدوث الغير طبيعية نظام الهواء المضغوط هي حدوث السيرج للكمبريسور. فكيف يحدث السيرج، وماذا يحدث لتدفق السائل عندما يحدث السيرج؟ فالهواء المضغوط يتدفق من الكمبريسور إلى مستقبل الهواء، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير جدا في الضغط نتيجة لذلك، فإن الضغط بمستقبل الهواء أكبر من الضغط بالكمبريسور، فيؤدي ذلك إلى تدفق الهواء عكسي إلى الكمبريسور، وتدفق الهواء عكسي إلى التانك. نتيجة لذلك تدفق الهواء العكسي يحدث صوت السيرج للكمبريسور، ويؤدي إلى تلف الكمبريسور، مما يؤدي إلى انخفاض في معدل تدفق الهواء مع ارتفاع في الضغط. فظاهرة السيرج هي تؤدي إلى انخفاض في معدل تدفق الهواء، وتؤدي إلى حدوث أصوات بالكمبريسور. الفيديو الذي أمامنا يبين ظاهرة السيرج وحدوث الباك بريشر على الكمبريسور. باك بريشر الباك بريشر. فلنبدأ بسرد أعطال الشاحن التربيني. ظاهرة السيرج بكمبريسور الشاحن التربيني، ما هي الأسباب؟ زيادة الاحتكاك للهواء بمبرد الهواء وفلتر كاتم الصوت. درجة حرارة العادم عالية وضغط الهواء منخفض. واحد، أوساخ بفلتر كاتم الصوت. اتنين، أوساخ مروحة الكمبريسور. تلف مروحة التربينة. الضغط الخلفي للعادم كبير، باك بريشر.
اهتزازات أو أصوات عالية وغير طبيعية. أوساخ بمروحة التربينة أو تلف المروحة. أوساخ بمروحة الكمبريسور أو تلف المروحة. تلف جلب عمود التربينة. تركيب مواسير الهواء والعادم غير صحيح. تركيب الشاحن التربيني غير صحيح. ضغط سائل التزييت منخفض جدا. أوساخ بفلتر سائل التزييت. استهلاك عالي لسائل التزييت. ضغط سائل التزييت عالي. تآكل شنابر مانع تسرب. تركيب مواسير سائل التزييت غير صحيح.